الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين، ورسول الهادي الأمين الذي قال سفينة العالم الحائرة في تضم بيته وطرح الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. أعزائي في الدرس السادس ابتدائي، حياكم الله جميعا مع درس جديد مادة التوحيد، والدرس بعنوان فتنة القبر نعيمه وعذابه. فتنة القبر ونعيمه وعذابه. تمهيد: القبر أول منازل الآخرة، فيه فتنة ونعيم أو عذاب. فما فتنة القبر وما نعيمه وعذابه؟ إيه المراد بفتنة القبر؟ فتنة القبر هي سؤال الميت إذا دفن في قبره عن ثلاث: عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى فتنة القبر هي عبارة عن سؤال للميت إذا دفن في قبره عن ثلاثة: عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الدليل على فتنة القبر: دلت السنة على فتنة القبر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن إذا وضع في قبره تعاد له روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. المؤمن طبعا يقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والعياذ بالله فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما دينه؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: لا أدري. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله لطيف بعباده، تثبيت الله للمؤمن في قبره. الله لطيف بعباده، رحيم بالمؤمنين. ومن رحمته أنه يثبت المؤمن الصادق ويوفقه للإجابة الصحيحة في القبر، فينعم وييسر له، ويضل الله الكافر والمنافق عن الجواب الصحيح فيشقى ويخسر. الدليل قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نعيم القبر: ينعم الله على المؤمن في قبره، يصبح قبره روضة من رياض الجنة، يبقى منعما فيه إلى يوم البعث والنشور، ويقال له: انظر مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدك مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا. يبقى يا شباب، ربنا سبحانه وتعالى بينعم المؤمن في قبره، فيصير قبره روضة من رياض الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قبورنا كذلك روضة من رياض الجنة، يبقى منعم فيه إلى يوم البعث والنشور. أما الكافر والعياذ بالله فله عذاب في القبر، يعذب الله الكافرين والمنافقين في قبورهم، فتصبح قبورهم حفرا من حفر النار والعياذ بالله، يعذبون فيها إلى يوم البعث والنشور، ويضرب بمطرقة من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. تعالى نشاط 1-54: ينعم المسلم في قبره إذا كان حريصا على فعل الواجبات وترك المحرمات بالتعاون مع مجموعة أمثل لبعض الواجبات والمحرمات حسب الجدول الآتي. هذا الجدول: الواجبات إلى المحرمات. ها، من يجاوب؟ ممتازون. هنا الواجبات: الصلاة، الزكاة، الحج. هنا المحرمات: لعب الميسر، شرب الخمر، أكل الربا. أسباب عذاب القبر: جاءت الأدلة على أن بعض المؤمنين قد يعذبون في قبورهم.
وجههم بسبب ذنوب ومعاصي ارتكبوها، منها تعمد النوم عن الصلاة المفروضة، تعمد النوم عن الصلاة المفروضة، المشي بالنميمة، المشي بالنميمة، عدم التنزه من البول، يعني ما يطهرش نفسه بعد التبول، عدم التنزه من البول، أكل الربا. ومن رحمة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين أن عذاب القبر ألا إن وقع لأحد منهم قد يخفف أو ينقطع عنه بسبب دعاء غيره له، صدقة يدفعها غيره عنه، صدقة غيره عنه. طب الاستعداد لما بعد الموت، المسلم يحرص على الاستعداد لما بعد الموت بتوحيد خالص وعمل صالح وتوبة نصوح، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستعدون لذلك ويذكرون غيرهم، يذكرون غيرهم. فكان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبتل لحيته، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. ثمرات الإيمان بنعيم القبر وعذابه، للإيمان بنعيم القبر وعذابه ثمرات كثيرة، منها تصديق أخبار الله وأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثمرات الإيمان بنعيم القبر تصديق أخبار الله وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، الحرص على طاعة الله واجتناب معصيته، تسلية المؤمن عما يفوته من ملذات الدنيا. نشاط اثنين من أسباب عذاب القبر المؤمن تعمد النوم عن الصلاة المفروضة والمشي بالنميمة. أجمع مع مجموعتي خمسة أسباب تسهم قدر الإمكان في حل هاتين المشكلتين حسب الجدول الآتي. علاج مشكلة النوم عن الصلاة المكتوبة، هنا علاج مشكلة المشي بالنميمة. مين يجاوب؟ ها يا بطل؟ ممتاز. الانتظام في الصلاة، الصلاة في جماعة، النوم المبكر ومعرفة فضل الصلاة، العشاء والفجر في جماعة. طب بالنسبة لعدم مشكلة المشي بالنميمة، عدم مصاحبة جلساء السوء، اختيار أصدقاء الخير، المساعدة في أعمال الخير بدل من النميمة. عندنا التقويم إن شاء الله تجاوبونه وترسلونه كما اتعود بعض الطلاب. عندنا بعض المشاركات من بعضكم على طول يرسلون الإجابة على الواتساب، فأرجو من الجميع حل الواجب صفحة 56 في كتاب التوحيد وأرساله على الواتساب هذا، وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا علما نافعا، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.